البرغل بالبولي ماريني ولا شيش كباب. واش عندي هنايا؟ هنا نبدا ندير الزيت، تقدروا ديروا معاه ميم شويه زبده. هنا عندي حبه بصل كبيره، فوالا، ثلاثه سنات ثوم، نخلطوهم ونديروهم فوق النار يتحمسوا شويه. فوالا، نخلي البصل ديالي يتحمس. ابخي واش ندير له؟ هنا عندي حبه فلفل احمر، هنا عندي حبه فلفل خضر اللي هو طرشي، عندي حبه طوماطيش كبيره مقطعه كما راكم تشوفوا، عندي مغرفه كبيره تاع طوماط كونسونطري، وعندي هنايا البرغل، عندي هنا كيلا برغل مشمخه، لي زيبيس بيان سيون سحق الملح، الكمون، فلفل العكري وراس الحانوت. الوغ دوكا كي تقلل البصل ديالي ندير الفلفل الطوماطيش طوماط كونسونطري لي زيبيس، نخليهم يتقلاو. ابخي ندير البرغل ديالي نمرق، هنا نمرقو، هنا كاين كيلة تاع البرغل، نديرو لها زوج كيلات تونس تاع الماء، نخلوه يتشرب. كي تشوفوه تشرب كامل وطاب نقدبوه. وهنا تاني عندي لو بولي، هنا راح ندير شيش كباب. فوالا، ندير معاه أربع سنات توم، الملح، المعدنوس، فلفل الكحل، الكمون، وراس الحانوت، نخدمهم بيان وندير شوية زيت ونديرهم في لي بروشيت تاعي ونقليهم.